في المركز اللي أنا بأشرف بإدارته يعني بنحاول إن احنا نحل مشكلات متعلقة بأمراض متوطنة وأمراض بتشكل تهديد كبير جدا للمجتمع المصري بصفة عامة. احنا عندنا هذا المركز اللي هو مجهز لأجهزة تتفوق على كتير من المعامل اللي موجودة في كل حتة في العالم، بنشتغل ليل ونهار الحقيقة عشان نحاول نقرب من مسألة إيجاد أدوية نستطيع من خلال القضاء على أمراض السرطان بصفة خاصة. احنا مركزين على مرض سرطان المثانة ومرض سرطان الكبد، والحقيقة في اتجاه مرض سرطان الكبد احنا حطينا أيدينا على بعض المركبات الكيميائية اللي بتستطيع القضاء على الخلايا السرطانية بنسبة تتخطى 90% في بعض الحالات. الموضوع بياخد وقت لكن الحمد لله احنا ماشيين على الطريق السليم. اتبرع لمدينة زويل لحساب 1000 في كل البنوك المصرية. اتبرع لأولادنا اللي بس عايزين فرصة علشان يبنوا بلدنا. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مشروع قومي لكل المصريين. بالعلم مصر على الخريطة.